تخيل صديقي العزيز كيف سيكون شعورك عندما يتم ارتكاب جريمة في أحد أقربائك من طرف أناس نافدين في البلاد ويتم دفنه كبعوضة لا فرق بين وجوده من عدمه. تامي البناني المراهق الذي اختفى في ظروف غامضة سنة 2007، يا ترى ما هو لغز أشهر قضية اختفاء في المغرب؟ هيا لنبدأ. قضية اختفاء تامي البناني انتشرت كالنار في الهشيم ووصلت للرأي العام الوطني، ومع ذلك لم نشهد أي تحرك من طرف الجهات المعنية، علما أن الجهاز الأمني كانوا دائما في الموعد مع جميع القضايا المشابهة التي لها علاقة مباشرة مع هذا الجهاز. آخرها كان فيديو تلك العصابة التي كانت ترشق المارة بالحجارة، وهذه القضية فيها قتل وحرق وطمس لمعالم الجريمة وقطع أي خيط موصل لفك لغز الاختفاء. ومنذ بدايتها إلى حد الساعة لا يمكن أن نقول فيها تواطؤ من طرف الجهاز الأمني بالمدينة المعنية، بل هو مشارك أساسي فيها. القتل والحرق حسب تصريحات أم الضحية كان من طرف أصدقائه. الغريب أنهم مجرد مراهقين، فلا يعقل أن ينجحوا في طمس معالم الجريمة عن جهاز أمني كل خبراته وتقنياته، بل نقول أنهم نجحوا في ذلك بمباركته ومساعدته لأنهم من عائلات غنية ونافذة في البلاد. فتحريات بسيطة من طرف أم الضحية كانت كفيلة بكشف الكثير من الغموض، لكن ما إن كانت تدل رجال الشرطة عليها حتى تختفي بقدرة قادر ويصبح كل شيء في خبر كان، وتعود القضية لطي الكتمان. الممرض الذي أكد للأم أنه عالج جثة ابنها بنفسه بعدما رأى صورته أنكر ذلك عند استدعائه من طرف الشرطة لأخذ أقواله، مما يعني أنه أنكر تحت طائلة التهديد. ونفس السيناريو يتكرر مع الفتاة التي كانت برفقتهم عندما أكدت للأم أن أصدقاء الضحية هم من قاموا بقتله وحرقه، إضافة لحيثيات أخرى أنكرت كل ذلك عند تسجيل محضرها في الدائرة الأمنية، مما يعني أنه في هذه الحالة لا يمكن الوثوق بتحليلات الدي إن إي التي تفيد بأن جثة الضحية لا تعود لابنها، لا الوثوق بمن قام بتلك التحليلات ولا بالعينة التي قاموا بتحليلها. أما التعريف بالقضية ونشرها فقط فهذا شيء لا يكفي، فلم نرى أي نتيجة تذكر. تخيل صديقي العزيز كيف سيكون شعورك عندما يتم ارتكاب جريمة في أحد أقربائك من طرف أناس نافدين في البلاد ويتم دفنه كبعوضة لا فرق بين وجوده من عدمه. ولهذا فإن قضية تامي البناني ليست للتعاطف معه أو مع أمه وحسب، بل قضية حق وشرف ودفاع عن كل الضعفاء والفقراء والمنكوبين في هذه البلاد. ففي النهاية أتمنى أن تنشروا هذا الفيديو على أوسع نطاق، فربما يوما ما يكون دورك أو دور أحد أقربائك. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.